أهلنا الأولين من أهل قطر اللي بنوا بلادنا وأسسوها كانت تجيهم فترات وظروف صعبة في حياتهم وكانوا يتجاوزونها بهمتهم وترابطهم ووحدتهم. الوالد الله يرحمه كان دائما يقول ربع تعاونوا ما ذلوا، وهذا طبع أهل قطر وهو كذلك شعارنا لليوم الوطني. وحدتنا مصدر قوتنا، وهذا مش طبع أهل قطر وبس، هذا طبع كل من يسكن عليها. وبما أن يومنا الوطني يصادف استضافتنا لنهائي كأس العالم، بكل فخر وكرم وضيافة قطري ومقيم على هذه الأرض الطيبة، نقول للجميع أهلا وسهلا بالجميع في دوحة الجميع.